السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج موضوع يهمك. طبعا كل سنة طيبين إن شاء الله. يعني إحنا داخلين على يوم عاشوراء وكل عام وأنتم بخير، بس في البداية خلوني أرحب بالزميلة سحر عزام. أهلا بك يا سحر، صباح الخير، صباح النور، ازيك؟ انت عاملة ازاي؟ إيه؟ تمام، الحمد لله، ربنا يخليك. احلى صباح الخير عليكم من برنامجنا موضوع يهمك. في البدايه وقبل ما ندخل في فقرات برنامجنا، احنا معانا استغاثه يا سيد من سوهاج جت على صفحه نعم البرنامج. نعم كانت تواصل معانا. بالنسبة للاستغاثة تواصل معانا الأستاذ سعد من مركز المراغة، تحديدا من جزيرة الشورانية. الاستغاثة دي بيتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا. عندهم وسيلة المواصلات الوحيدة اللي بتنقلهم من الجزيرة إلى المركز هي عبارة، لأن دي جزيرة يحيط بها المياه النيل من جميع الاتجاهات. فالناس يمكن قبل موضوع كورونا كانت بتشتغل من الساعة 5 للساعة 12 بالليل، أصبح جت أزمة كورونا بعدها، حصل تغيير على الكل، وحصل موضوع الحظر خلى في تغيير شوية في المواعيد. ولكن يمكن في الأيام دي الحمد لله احنا يمكن في بعض الحظر اترفع عن بعض الأماكن، إلا هذه الجزيرة ما زالت تعاني من هذه النقطة اللي للأسف يعني في ناس بتتعب بالليل، وفي ناس مثلا بيحصل لها اللي عنده سفر، اللي عنده حاجة، اللي عنده الكلام ده كله بيتعطل، لأن العبارة آخرها دلوقتي الساعة 8. فالاستغاثة احنا معانا المفروض الأستاذ سعد اللي مقدم الاستغاثة معانا. أستاذ سعد السلام عليكم. تمام، طيب لغاية ما تجهز المكالمة بس حابب أشرح الاستغاثة دي عبارة عن إيه بالظبط. احنا زي ما قلنا هي عبارة عن جزيرة يحيط بها مياه النيل من جميع الاتجاهات. طبعا هو الناس بتقابلهم مشكلة يا سيد، ان هم بعد الساعة 9 بالليل ما بيلاقوش حد، ما بيلاقوش اي وسيلة مواصلات تانية بالظبط توديهم مستشفى، مطار، اي مكان تاني، صح بالظبط. كده؟ فهم عشان كده يعني بعتين تواصلوا معانا عن طريق صفحة البرنامج، والمفروض و ان كان معانا مداخلة دلوقتي. هو هيدخل معانا ان شاء الله لغايه ما تجهز المداخله. بس انا اشرح للساده المشاهدين يعني او للمسؤولين عشان يكون في استجابه ان شاء الله سريعه لهذا الطلب. الناس دي يعني تعداد سكانهم يمكن حوالي 40,000، ف40,000 رقم لما يكون وسيله المواصلات الحاجه الوحيده ليهم هي عباره، والعبارة دي أخرها الساعة 8، أكيد إن هيكون في ناس 9 أعتقد. بتعاني. لا الساعة 8 كما قال صاحب الاستغاثة، فأكيد في ناس بتعاني. وإحنا هنستفسر أكتر من مقدم الاستغاثة. الأستاذ سعد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا فندم؟ بينا ازيك يا أستاذ خليك. سيد؟ ازيك يا أستاذ سعد، عامل إيه؟ الله يخليك في ممكن الكل، الله تقول يكون لنا في عونك يا كده فندم. إيه مطالبكم؟ حضرتك إحنا جزيرة، أكبر جزيرة على مستوى الجمهورية، يا خدمة حضرتك النيل من أربع اتجاهات. تمام. ملناش اي وسيله اتصال حضرتك بالمركز المراغه او محافظه سوهاج الا العباره. تمام. حضرتك صدر قرار من السيد المحافظ سوهاج السيد معالي اللواء طارق بيه الفقي ان حضرتك مواعيد العباره اخرها الساعه 8. ده الكلام ده كان ودي ايام جزيره. الحظر يا استاذ سعد مش كده؟ ايوه يا فندم، وحضرتك قبل كده كانت شغاله للساعه 12 مساء. ده قبل ازمه كورونا. بعد ازمه كورونا طبق طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء القرار على مستوى الجمهوريه، طبعا صحيح طبق بالفعل من الساعه 6 لحد الساعه 8 مساء، بعد صحيح كده الحظر من 1 8 اتفك. صحيح. تمام، بعد ما ترضيني اتفك على الحظر نفس لسه المواعيد المكان. زي ما هي الساعه 8 برضه. ايوه حضرتك تمام، وبعد كده حضرتك طالب ان يغلي حضرتك المواصلات العباره، يعني الواحد حضرتك كان يدفع جنيه خلاها حضرتك النهارده 2 جنيه. طب انتوا مشكلتكم في سعر العبارة ولا مشكلتكم ان العبارة محتاجين انها تكون لحد الساعة 12؟ لا للساعة 12 حضرتك، ان احنا ماليش اي وسيلة اتصال بيننا وبين المركز والمحافظة. لو واحد تعب حضرتك النهاردة ده جزيرة مقفولة من اربع اتجاهات حضرتك مية. طيب ما فيش لانشات صغيرة يا استاذ سعد ما فيش بديلة؟ حضرتك غير قوارب الصيد الصغيرة، ودي خطر طبعا ان غير مصرح بيها نهائي. حضرتك الملاحة النهاردة يعني حضرتك غير مصرح بيها ان هي مش جاهزة. تمام. فدي اشد خطوره حضرتك النهارده للمواطنين في بين طيب الشورانيه وبين المراغه. لما نسال على عدد السكان عند حضرتك تقريبا حوالي كام؟ اكتر من 40,000 نسمة حضرتك، الجزيره كلها اكتر من 40,000، مساحتها اكبر من 4,000 فدان.
تمام. ويوجد بها حضرتك النهارده حضرتك مساجد وكنائس واسر كتير عايشه فيها مقيمه بالفعل. تمام. ونشاهد حضرتك يعني ان احنا يعني مفيش حضرتك اي وثيقه اتصال بيننا النهارده وبين المراغه او سوهاج، يعني واحد تعب، واحده حضرتك النهارده هتوضع، واحد لا قدر الله النهارده جات له جلطه، مفيش حد يلحقه. ان شاء الله يتم الاستجابه للاستغاثه. وشكرا يا استاذ سعد. وعامه استجابه حضرتك وصلت، الاستغاثه حضرتك وصلت، وسياده اللواء طارق الفقي صراحه محافظ سوهاج يعني راجل معروف عنه الانجازات ومعروف عنه انه راجل عملي، وان شاء الله هيكون في استجابه من خلال برنامجنا وهيتابع معانا باذن الله، واحنا نتابع مع حضرتك برضو. بشكرك يا استاذ سعد. طيب احنا ان شاء الله يا جماعه بس بعد الاستغاثه دي حابب اعلق بس على حاجه بسيطه. زي ما ذكر كده صاحب الاستغاثة ان بيقول لك 40,000 نسمة، فأربعين ألف نسمة على عبارة واحدة بتشتغل من الساعة 6 زي ما بيقول دلوقتي للساعة 8، وتكون مفيش كمان يا سيد أي وسيلة تانية. ما ده إن شاء الله اللي احنا يعني بإذن الله يكون في استجابة للاستغاثة إن شاء الله من السيد المحافظ بإذن الله. بس وأنا بضم صوتي لصوت زميلي وأتمنى من المسؤولين إنهم يراعوا حاجة زي دي بإذن سرعة الله الاستجابة. شكرا. احنا نخرج فاصل وانتظرونا بعد الفاصل بنرحب بضيوفنا الكرام إن شاء الله. عدنا. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: لا زال الشعر عاطلا حتى تزينه الحكمة، ولا زالت الحكمة شاردة حتى يأويها بيت من الشعر. زي ما وعدناكم في أولى حلقات برنامجنا إننا هنقدم لكم في كل المجالات، هنبحث عن الموهوبين وندعم موهبتهم، هنحاول نقدم لكم الفكر والثقافة علشان نقدر نربي جيل على جمال الكلمات وروعة التعبير. بعد ما في الفترة الأخيرة انطلقت لغة غريبة وهي بين الشباب، وهي لغة المهرجانات. زمان في الماضي كان الشعر هو رأس مال المطرب بعد موهبته الصوتية، فاستمعنا إلى كوكب الشرق أم كلثوم تطربنا بكلمات أحمد شوقي، واستمعنا إلى العندليب عبد الحليم حافظ يتحفنا بكلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي، واستمعنا إلى القيصر كاظم الساهر يبهرنا بكلمات نزار قباني. الشعر مش كلام وخلاص، الشعر هو لغة التعبير الحقيقية عن حضارة الشعوب. لذلك اسمحوا لي أرحب بضيوف حلقتنا النهاردة، الشاعر محمد أمين والكاتب الروائي والشاعر الصغير مازن شهاب سعد. منورين برنامج وضع يملك. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بك يا استاذ مازن. استاذ باشمهندس محمد امين، انا قلت له انت هدي لك لقب شاعر الاسكندريه عشان هو من الاسكندريه. الاسكندريه مليانه موهوبين ومليانه فنانين. اكيد طبعا، وانا بلد الجمال وبلد طبعا والروعه، عروس البحر المتوسط. وبنرحب طبعا باستاذ مازن شهاب. اهلا بك يا استاذ مازن. موهبه ما شاء الله من الناشئين اللي عندهم روح كتابية حلوة جدا، وإن شاء الله هتمتعنا النهاردة. زي ما قلت لك كده احنا دكتور والدك ما شاء الله عليه يعني، فأكيد ذاك الشبل من ذاك الأسد إن شاء الله. بنرحب بيكم مرة تانية، وهنبدأ بيك أنت يا باشمهندس. معاك. إيه الحاجة الحلوة بقى اللي احنا هنبدأ بيها حلقتنا إن شاء الله أو فقرتنا؟ الحاجة الحلوة اللي احنا هنبدأ بيها اللي انت حابب تقولها في البداية. ولد الأصول عجبت ناس كتير. ولد الأصول عجبت ناس كتير، وخصوصا باللهجة الصعيدي. لأن أنا كاتبها باللهجة الصعيدي. انت أساسك صعيدي يعني؟ انت يعني مش هنقدر نقول صعيدي قوي برضو. لكن أنا بحب اللهجة الصعيدي طبعا، بحبها من عمنا عبد الرحمن الأبنودي، بحبها من هشام الجخ، بحبها كلنا تربينا من واحنا صغيرين على المسلسلات الصعيدي وعلى ذئاب الجبل. اللهجه نفسها محبوبه ان شاء الله باذن الله. طب قبل ما تبدا بيها اقطع كلام سحر، بمناسبه انك هتبدا بيها انا بهديها لكل اهلي في سوهاج، وبهديها لكل صعيد مصر. كل صعيد مصر بهديها لكل مصر. ايوه كل صعيد مصر طبعا. طيب ليه كتبت ولد الاصول؟ ليه كتبت ولد الأصول؟ يعني أنا يعني القصة كده في خلاصة يعني كان في حد عندي من العائلة، أنا عيلتي أصلا في بني سويف، وكان بعت لي رسالة عتاب إن أنا ما بروحش، فكنت برد عليه، فهي جت على ذهني فكان ده الرد يعني. امتعنا بقى، سمعنا كده يا بطل.
كنت صغير لسه ساعتها لما أبويا قعد يحكي لي على العيلة بكل التفاصيل، كل شوية يجيب لي سيرتها، كل مناسبة يحكي تاريخنا بالتفصيل. انت يا ولد جدري نغارس جوا الارض، اوعى تخالف يوم العهد باي بديل، طبعي نواعر، كل رجال العيلة جواهر، ارخص واحد فينا كيف الماس قبل التشكيل، ادي العيلة وادي بيوتها، سل ارحامك واوعى تفوتها، وارفع راسك انت اصيل، شجرة عيلتك جدرها مادد، نسل شريف والعالم شاهد، نسل صحابة سيد الخل، نسل شريف مش للتشريف، نسل شريف مش للتشريف، نسلك حمل تجيل تكليف، يعني أمانة وكلمة حق. وادي الدنيا خدتنا كتير وتغربنا بعيد ومشينا، حالفة توهنا في مشاوير وفي نيتها انها تلهينا، فين حبايبنا تاهوا وغبنا، فين ناسنا ولمت اهالينا، لكن مهما بعدنا حيفضل حبنا ليكم احلى ما فينا، ربنا يجمع شمل العيلة ويقربنا كتير من بعض، توها خدتنا من حبايبنا وتغربنا ما شفناش حد، هم الغربة سعاد بينسي الأهل اللي بطعم الشهد، دنيا واخدانا في سكتها نفضل نبني وهي تهد، قلبي خلاص قرر يستغنى ويسيب الزينة اللي تشد، أهلي وناسي تاج فوق راسي، أنا من بكرة هصون العهد، كل الغالي في الدنيا رخيص من غير أهل ومن غير ود، انتوا الأصل وانتوا جدورنا، انتوا الشمس وظلكوا نورنا، قصرنا وأهملنا في دورنا وظن كبير تقبلوا أعذارنا، سامحوا الابن الضال لو غاب، سامحوا الابن الضال لو غاب، كتر غيابي قلة حيلة، الدنيا خدتني في سرداب واكتافي اتقطمت من الشيلة، كل اللي احنا جرينا وراه كانه سراب، كل احلامنا في عيشة جميلة طارت وسط طمع اغراق، لبسوا جناع العشرة حيلة، خزلونا اعز الاصحاب، قبلوا الاصل بنفس بخيلة، قبلوا الاصل بنفس بخيلة، اللي يسيب الدنيا مخاب واللي يعيش علشانها ما هتديله ولو بالتيلة، قصرنا في حق الأحباب، قصرنا في حق الأحباب، فرصة كمان وتكون بجميلة، مش عايزين يغلبنا عتاب، أصلي وجدري في أحسن عيلة، أصلي وجدري في عيلتي جنون، عمي بيبقى في سابع جد، أصلنا حامي وطبعنا غالي، وقت الشدة الأصل يشد، عيلة جدورها في 60 دولة ما تقابلوش ولا يعرفوا بعض، وما تشوف منهم بالصدفة تلقى ملامحك جوا مراية، وكأنك نسخة ومطبوعة بالملايين ولا 1000 حكاية، طبعنا واحد بالكربون، طبعنا واحد بالكربون، كنا رجال أو كنا صبايا، نسلنا هينور للكون، لسه بذورنا شايلة عطايا، نسلنا هينور للكون، لسه بذورنا شايلة عطايا، وإن حبيت توصف بإيجاز عيبنا ما فيش والباقي مزايا.
عارف اكتر حاجة عجبتني ايه بقى في القصيدة او في الشعر ده؟ ان فيها حث على صلة الرحم. ما هي دي اهم حاجة، الواحد دايما لما بيحس ان هو قصر مع اهله فدي حاجة وقصر جميلة مع قرايبه. جدا يعني. يعني انا نفسي اروح ونفسي اود، بس الدنيا واخدانا في سكتها كتير. صحيح، فده اللي حبيت انا كلنا اعبر عنه، مقصرين فعلا كلنا في هذه مقصرين. النقطة. نعود للنجم بقى الاستاذ مازن. طبعا احنا عايزين نعرف في البداية كده، انت بدأت الشعر من امتى او الكتابة من امتى؟ يعني هو كان من سنتين مثلا. انت عندك كام سنة؟ 16. ما شاء الله، ده موهبة بقى. تكتب في ايه بالظبط؟ يعني في كل حاجة، ما شاء روايات الله. وشعر وكده. يعني الشعر العام كله ما شاء الله شغال فيه عادي يعني. ما شاء الله. طب هتسمعنا ايه بقى استاذ مازن؟ قصيدة بعنوان حنيت. تمام، اتفضل. قرب المايك منك كده شوية. حنيت قبل النوم بدقايق، بفتح موبايلي وارجع اقلب في رسائل كانت لينا عن جمال ذكرياتنا وحكاوينا، وارجع اقلب واطلع فوق عن واحد زمان خدناه، اننا هنفضل دايما مع بعض مهما كان اللي خسرناه، بس الوعد خلفناه ومع اول خلاف بينا نسيناه. طيب فاكرة الحلم اللي حلمناه عن بيت نعيش فيه سوا، وكل واحد فينا يكون للتاني دوا، خدنا قرار القر في لحظة هوا، ولما اخترنا نبعد نسينا سنين عشناها سوا، كأنك في الغياب أقرب وروحي بتقول فينك، وهي كمان زعلانة على سنينك، هتقضيها ازاي لو لسه حباني؟ الكل قالوا انك خلاص نسياني، وانك خلاص حبيت التاني، لكني عارفك تملي فكراني، ومهما البعد هيطول مسيرنا هنرجع تاني من الاول، يا ريتهم بس عارفينك. ولما يخلص كل كلامهم السلبي عن انك جرحتيني وكسرتيلي قلبي، بقول فينك يا ريتهم بس عارفين. بيطول وانا روحي بتتبهدل بالعرض وبتطول. طبعا الكلمات روعه، ولكن انا حاسه انك متوتر مشدود. انا عارفه طبعا طلعت الهوا لاول مره وبتشد اي حد، ولكن انا عايزاك تهدى كده. والله والله جميل جدا جدا جدا. الله انت رومانسي على الاخر، والكلام ده اكبر حتى من سنك. تمام. مين بقى اللي كاتب فيها القصيده؟ لا انا بكتب عادي والله. هي طبعا الموهبه واضحه، ولكن انا عايزاك تاخد راحتك. عايزينك تهدى يعني، احنا مع بعض. كلماتك جميله زي ما بتقول، الكلمات جميله فعلا، بس الالقاء شايفك متوتر. خد راحه، خد راحتك. احنا يعني انا عارفه طبعا كل المشاهدين عارفين ان مازن اول مره يطلع الهواء، فعشان كده متوتر، ولكن مازن حد جميل جدا. نبدا كده. خد راحتك. الليل بيطول وانا روحي بتتبهدل بالعرض وبالطول، جوايا صراع بين الجيش والاسطول، اتنين حاكميني ومش فاهميني، اتنين تعبان منهم او تعبانين مني، ما بقتش عارفني ولا عارفهم ولا عارفك، مش شايفك جنبي، ملعون ابو تفكير السلبي، ملعون قلبي ودقاته. اديها ثابتك، اصعب حاجة انك بتحب ناس بيحبوا ناس تانيين، اصعب حاجة انك وحدك مهتم بذكرياتها، وازاي هتهون الايام والعشرة، وازاي هتبيع حب سنين. طبعك غريب يا حزين، زمانها دلوقتي ضحكها مع الصحاب طالع، وبقيت من بعدك في حياتي التاني نور الساطع، لو يعرف انك حبيتها وثابتك نور دايما قاطع، بالتأكيد ما كانش هيختارها، وفي نفس الوقت خاف يخسرها، طيبتها ورقتها وجمال روحها محدش حس بجروحها، كانت كل امالي وحجتي اللي عايش علشانها، حبيتها لدرجة نسيتني كل الوحش اللي شفته معاها وفي بعدها. أنا حاسس دايما بيكي ومعاكي، حني وارجعي لو لسه جواكي، حب ليا يا أكتر شيء قاطع فيا ومسبب لي فراغ جوايا، فراغ في روحي، ما تبقيش المتسببة في جروحي وسهري،
انا برضو ما عنديش الشخص اللي بيتحملني ويسمعني، بقيت دراعي اللي تملي بيوجعني. انا بس مش عايز غير انك تحبيني وتحس بوجعي وحنيني. بتمر سنيني وعمال اكبر وانا لسه صغير، الامر محير. بكتبلك للمرة الالف او المليون، انا خايف بس اني اهون. بكتبلك ياللي في وجودك تشبيه الازرق، وحياتي في بعدك عني بقت بحسف الزين الارق. بكتبلك حنيت، بكتبلك هفضل دايما في بعادك مكسور مهما تلميت. بكتبلك حنيت. هايل يا مازن، هايل. بس عارف انت متوتر، والله العظيم جميل جدا. عارف شويه معلش شجاعه، هو عشان اول مره بس بيطلع يعني. انا حسيت بالاحساس ده كمان، شويه شجاعه. بس هو يعني احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين برضه، يعني مازن عنده 16 سنه، هو احساسه اول مره يطلع هوا، اول مره هو بيكتب باحساس. وعلى فكره كلماته حلوه جدا، بيكتب باحساس جدا. عنده كلمات جميله جدا يعني، عنده هو انت بتحب فانا ببلغ ابوه. فانت يعني ده شاعر رومانسي معروف هو يعني. بس عايز يقرا كتير ويسمع كتير، فانت ان شاء الله ويتدرب على الالقاء. انما استمر يعني، حاجه كويسه، ولكن الكلمات حلوه جدا جدا. طيب ننتقل لاسطوره اسكندريه. اسطوره اسكندريه، اسكندريه مليانه اساطير يا باشا. اسكندريه ده حبايبنا كلهم والله. ربنا يخليك. مهندس محمد، الشاعر الاسكندراني الجميل اللي معانا منورنا. طبعا موضوع التحرش يمكن كان عامل ترند السوشيال ميديا الايام اللي عدت، وما زال. طبعا التحرش ما فيش حد بيأيده ولا حد بيبرر له اي حاجه خالص، اكيد. ما ينفعش نقول مثلا هي بتلبس كذا عشان هو كده فخلى ان حد بيبص لها، او الكلام ده كله. الموضوع كله غلط، مش صح، مش عاداتنا، ما ينفعش نبرر نهائي. فانا كنت عارف ان حضرتك بتكتب او كتبت حاجه عن الموضوع ده. طبيعي، ما اي دايما الاحداث اللي حوالينا بتاثر فينا بالظبط، بتخلينا نكتب عنها. طيب انت كاتب حاجه عن موضوع التحرش، هو مش كده؟ كاتب بتاعتي. لسه والله كاتبها بقى لي كام يوم بس، حاجه كده جديده يعني. طب سمعنا بقى. نسمعها بقى. قاعد مع صاحبي على القهوة، فسمعت الواد اللي ورايا بيقول لزميله الحق شوف. بصيت فلقيت واحدة حكاية، وجمال رباني تقول آية ولبسها مكشوف، وشباب عالناصية بيتغمزوا ويشاوروا عليها، وعيون رجالة بتتلفت وتقرب ليها، واللي بيحدف كلمة بتجرح، واللي بيرمي بسهم كلامه يمكن كلمة تغازل روحها وتبص له وترد سلام، بس الكلمة شهادة حق الكعب. كل ما يدق كان بيطير فينا عقول، حتى المسطول فاق على مشيتها، والكل اتحرك ناحيتها، الواقف والقاعد والمعوج أصبح معدول، وهي محافظة على خطوتها، عارفة ازاي تختار سكتها، وقفت ساعة قبل ما تنزل بتفنن قدام مرايتها، رسمة جمالها بجيركن بويه، سايبة الشعر يطير في سمانة، لابسة براند بكل أناقة، فتحت باب إبليس في غوانة، ودي طبيعتها وتربيتها، وما كانش الإغواء نيتها، وما كناش في دماغ حضرتها إنها تمشي نقل قيمتها، ولا كانش بيخطر على بالنا تيجي القمرة تغير حالنا. واحد قال اتلم يا بيه، مالها الدنيا وجرى فيها ايه، ربك قال اغضض من بصرك، مالك كده بتبحلق ليه، تقلع تلبس مالنا ومالها، تقلع تلبس مالنا ومالها، ما هي حرة اهي وماشية في حالها، رامي عيونك سهم عليها، واللي بكلمة تحرش بيها جرحت الوردة على خدودها، والدمعة بتصرخ في عينيها. شوف يا ابني، والكلمة نصيحة، النصرة في بدايتها مريحة،
وهتتخيل وهم تعيشه وتغرق فيه، مش هتفوق غير وانت سطيحة، والأفكار تاخدك وتشيلك، تكبت فيها تنام هتجيلك. بني آدم لكن حيوان من غير قالب، متعلق على ديل الكلب، تايه في الدنيا ولا نظرة، إنسان عايش من غير قلب. واحد في الكرسي اللي ورايا سامع كل كلامه معايا، بس كلام الحج مضايقه، فشاور لي أم قال كم آية. ربنا زي ما أمر الراجل أمر الست، والغلطان ما يقولش كفاية، أمر الراجل يبعد عينه وقال للست الستر وقاية، لو كشفت سترها عصيان، والراجل على عينه شطان. أنا ما بقولش اتحرش بيها، أنا ما بقولش اتحرش بيها، بس الذنب على الاتنين. أنا مش لايم على الستات، اللوم واقع على الجنبين. لو حرية تبين حتى الحرية تشوفها عينين، الحرية دي كلمة عريضة لكن وعي ومش متسابة. الحرية دي ليها قيود، لو فكرت في يوم تكسرها الدنيا هتتحول غابة، أولها ما تضرش حد، وهيتحاسب على أفعاله حتى النظرة ولو كان مين. للحرية قيود علنية جوه عاداتنا وجوه العرف وجوه الشرع وجوه الدين. الله يطول يا باشا. الله يخليك. لا جميلة وهادفة. خلينا نعلق بس يا أستاذ سحر على الشعر الجميل اللي ألقاه الأستاذ محمد. ليه كتبت الشعر ده يا أستاذ محمد خصوصا، يعني أنت ذكرت كمان بعض نصوص قرآنية فيه في الشعر، اللي هي غض البصر اللي ربنا أمرنا بيها سواء للطرفين سواء للرجل أو المرأة. وكمان شفت من الشعر بتاعك ان انت يعني مش معنى انها لابسة ضيق ولا لابسة ايا كان ولا ايه ان انت تبص. لا طبعا. فانت يعني ايه اللي خلى حضرتك تكتب عمر حاجة زي كده؟ هل حصل حاجة قدام عمر الغلط منك؟ ما كان مبرر لارتكاب الغلط. اكيد طبعا. صحيح. يعني مش علشان في حد بيغلط فده يديني مبرر ان انا اغلط. حتى ولو كان اللبس المستفز غلط فده لا يعطي لأي متحرش الغلط إنه يتحرش به. طبعا. هي هتاخد ذنب تاخده بعيد عني. أنا هاخد ذنب على حاجة تانية. صحيح. دي كانت وجهة النظر أو دي وجهة نظري أنا. إن مفيش فعل مبرر لفعل. أكيد طبعا. لكن أنا في الشعر هنا أنا حبيت أوضح كل الأفكار اللي صح. موجودة في المجتمع من خلال حكاية. قصة. وكاني تخيلت قصه انك قاعد على قهوه وحد بيعدي وحد سامع والتحرش. وحاولت اذكر كمان ان التحرش انواع، ممكن واحد يتحرش بنظره، ممكن بكلمه، ممكن بكلمه حلوه وممكن بكلمه بتجرح، ما الاثنين تحرش. فحبيت اعرض كل انواع التحرش، حبيت اعرض كل افكار الناس اللي بيدور في خيالاتهم والنظرة ممكن توديه لفين. ما هو هيروح بعد كده هيبدا يسرح في خياله وينام. صحيح. عندك حق. مازن بقى قول لي، انت شايف نفسك اشطر في كتابه الروايات ولا في الشعر؟ الاثنين. الثقه دي ايوه كده. طيب والله كان نفسنا احنا نسمع حاجه من الروايات، ولكن طبعا انت مش محضر حاجه اكيد. صح. وهي طويله بس المشكله. يلا طبعا مش فاكر ولا مش فاكر اي حاجه؟ لا. المواضيع بتاعت الروايات بتكتب عنها يعني روايه طويله؟ منين بتجيلك الفكره؟ بتجيلك الفكره بتاعت الروايه ازاي؟ والله انا بحب اكتب روايات جدا، خصوصا الرعب بالذات بقى كمان. ايوه بقى عايزين ندخل عالم الاكشن. يا كتبت في الرعب حوالي 3 روايات ما شاء الله، وبكتب في رابعه دي ان شاء الله تنزل كتاب. إيه بقى اسماء الروايات؟ في واحده اسمها حكايه نور، واللي هتنزل كتاب اسمها اديب. حكايه نور بقى بتدور حول ايه يعني بالظبط؟
لان الاسم حلو حكايه نور. يعني مش لازم تقول لنا شخصيه ولا نص الروايه عشان الناس تشتري الكتاب، اشتري كتاب مازن ها، ولكن احنا عايزين نعرف الحدوته جت ازاي، الحدوته بتاعت القصه. يعني وانا بكتب عامه ليا مكان معين بكتب فيه وكده، فبقعد مع نفسي بحاول على حسب بقى، يعني ممكن بقى اوقات ببقى عايز اكتب رعب فبكتب رعب بقى. بتدور قصه حكايه نور، او هي حكايه نور صح؟ من غير ما تحرق حاجه يعني ايه؟ القصه بتدور عن ايه؟ من غير ما تحرق نبذه كده. هي عن بيت ساحره وبقى وكده، وهي نور دي بتتوه وبتتحول. بتتحول ايه؟ عفريت؟ لا بتتحول بقى للخيال، حاجات الرعب والحاجات دي. فبتتحول ويا الاحداث كلها بقى بتدور حوالين كده. طب انت مجهز ايه تاني بقى؟ والله اما قصيده تاني بعنوان يا جمالك في الفستان. طب نسمع حته كده منها عشان نشوف حاجه تانية. تمام. المايك معاك. مايك. يا جمالك في الفستان، يا اجمل زهره في البستان، يا جمال روحك سكوتك وجروحك، كلك على بعضك تتحبي، اياكي في يوم عني تخبي، واياكي تفتكري اننا في حياة بعض مجرد فترات، اياكي تبعدي او تستعجلي القرارات، هنفضل دايما مع بعض حتى بعد السكرات، ما تسمحيش للي بينا يكون سكوت او حكاية مثلا ومع الوقت تفوت، انا وعدة احارب علشانك حتى الموت، بس انت كمان حاربي عشاني، خليكي معايا وسنداني علشان نقدر نكون سوا في بيت واحد، وافتكر ان احنا الاتنين واحد، وان الضربة لو كانت ليكي في الظهر هحس بدالك احساس بالقهر. الله هايل. طيب مازن، لو اتعرض عليك انك تكتب اغنية لمهرجان، انت طبعا بتسمع عن اغاني المهرجانات اكيد بتشوفها يعني، تمام؟ لو طلب منك تكتب اغنيه، تكتب مهرجان، توافق؟ هو طبعا كتابه المهرجان لازم يبقى، لازم اللي بيكتب او انا لو هكتب اعيش مع الواقع اكتر. يعني ما ادخلش في الخيال، ان المهرجانات دايما بتحكي قصص واقعيه، حاجات واقعيه بتحصل في حارات شعبيه كده، فلازم المهرجان يكون واقعي. انت تقصد ان المهرجان يكون واقعي، ما يكونش بالكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي. صح كده؟ تمام. بس بيعبر عن واقع اليم قوي. صح. قايل يا مازن والله. تمام. طيب استاذ محمد، هنسيب مازن بقى يهدى شويه. هو صراحه ما شاء الله عليه، يعني كموهبه هو متوتر شويه بس هي صغر سنه، بس الثانيه كانت موهبه جميله، وان شاء الله انك ليك مستقبل كويس. اكيد. طبعا المرأة في حياتنا يعني ليها، يعتبر هي نص المجتمع، المجتمع كله، لم يكن المجتمع كله، المجتمع كله، ان هي الام غدو غدو، وهي الاخت، وهي الزوجة، وهي الصديقة، وهي الزميلة. ف يعني اكيد حضرتك برضو يعني بتكتب شعر كويس، هل كتبت حاجة عن المرأة؟ والله معظم اللي انا كتبته عن المرأة. طب ايه اللي يعني كتبت حاجه مثلا زي ما حضرتك قلت، يعني كتبت عن الام، كتبت حاجه عن الام؟ كتبت حاجه عن الام. طيب سمعنا بقى. لا لسه شويه دي. لسه مش جاهزه يعني؟ لا مش يعني مش قوي، لسه ما خلصتش قوي. بكتب فيها. بس ليها مناسبه انا مش حاببها تطلع غير في مناسبتها بصراحه. يعني انت مش عايز تقولها؟ لسه مش عايز احرقها دلوقتي. صح كده؟ طيب لو في اي حاجه حافظها منها كده ممكن نسمعها. في واحدة تانية احنا مش هنحرق لك، مش مش معايا دلوقتي. طيب شوف حضرتك هتسمعنا ايه بقى. خطفتيني. انا عموما اصلي ماشي في حياتي بحس ان انا بتخطف. خطفتيني. الخطفة الخطفة. ليه بقى بحب ليه كتبت خطفتيني؟ ما بحبش الروتين. ما بحبش الروتين، بحب الحاجة اللي بتخطف، سواء كان شغل، سواء كان انسانة، سواء كان يعني العقل اللي يخطفني، يعني لو واحد صاحبي بحب ان العقل اللي يخطفني. عموما انا في حياتي بحب دلوقتي اتخطف. طيب الحاجه اللي ليها بريق عشان هيطلع فاصل. ايوه اتفضل. المايك بقى برضو ما تنساش.
من يوم ما وعيت على الدنيا والحب دي كلمة ما بفهمهاش، بسمعها كتير وبقولها ساعات وما حسيتهاش. واسأل مليون عن معناها، اسأل مليون عن معناها، ولا حد هيعرف مغزاها ولا حد دليل وسط بحورها ولا حتى طريقها ومرساها. واحد هيقول لك رعشة ايد، والتاني يقول لك فرحة عيد، والبنت المضفاير طايرة هتقول لك شوق وحنين، والسما بتاخدني لحتة بعيد، وتحس الحب في تنهيدة، والقلب يلخبط دقاته بزيادة كام دقة جديدة، وسهر بالليل والست بتعزف في ودانهم حبة مواويل. حكايات ياما تخلينا اشتاق، يخطفني القلب اللي يحسسني بالأشياء، اللي يجمعني في إنسان كامل من بعد ما كنت في أيامي شوية أشلاء. إجابات ياما تخلينا اشتاق للنظرة اللي بترمي سهمها وتعدي جفوني وتسكن جوايا استحياء. ولقيت نفسي بطوف في شوارع. أنا أعتذر من حضرتك، قبل ما تخلص بس هنطلع فاصل ونرجع تاني. مشاهدينا انتظرونا بس، هنطلع فاصل دي ونرجع تاني إن شاء الله. عود أعزائي المشاهدين، باش مهندس احنا هوا اسفين على المقاطعة بس لكن لازم نطلع فاصل، ولا هو فاصل الأذان. تفضل حضرتك. كم إجابات يا ما تخلينا اشتاق للنظرة اللي بترمي سهمها وتعدي جفوني وتسكن جوايا استحياء. ولقيت نفسي بطوف في شوارع صبح وليل، يمكن تقابلني اللي تكمل نص التاني، حتى ولو صدفة هنتجمع نتلاقى تلخبط لي كياني، واللي ألاقي جواب جواها لكل سؤال، واللي يكون وياها وسط بحور الحب دليل، واحلف بعيوني وبرموشها والكلمة اللي عشانها حيشها أنا هبقى أصيل. والشرط تخطفني الخطفة اللي تخليني بجد أميل. فجأة لقيت اتنين أحباب بس اتقابلوا لجل عتاب، دمعة بتفتح بينهم سكة، كلمة بتقفل بينهم باب، لحظة بتنهي وبترجعهم تاني يعيشوا اتنين أغراب. قربت لقيت دمعة بتجري جوه عينيها، محبوسة بقوة ومش عارفة لو خرجت منها تروح على فين، نظرة بتحكي جوه عينيه مش هنكمل مش هنكمل، عشت سنين وياكي سجين. خفت صحيح وتردد خدني، وشفت الحب كأنه كمين، قلت هكمل واسأل تاني، أهل الخبرة أهل مواقف. واحد قال لي الحب جميل وانت يدوب على البر وواقف، تبدأ تنزل حبة بحبة، لو سباح هتموت غرقان، حب براحتك يا ابني وعيش، بس الحب مالهش أمان. تبدأ بخناق، تبدأ مشتاق، تقلب بخناق، ولقاء في لقاء يقلب بفراق، والقلب اللي يزيد دقاته هتلاقي العمر أوام فاته، والعين الصحية اللي بتضحك تدبل وتتوه باقي حياته. الله يخليك. انت متألق صراحة، ومازن زي ما احنا قلنا كده، مازن ينفع تقول لنا حاجة صغيرة كده؟ حاجة صغيرة بس عشان الهوا هيختم، حاجة في دقيقة كده عشان هنختم.
بعنوان حنيت اتنين. حنيت ايه؟ اتنين بس صغيرة عشان هواني خلاص. تمام حنيت للمرة التانية وبكتب لك انت المختلفة المميزة الواضحة الجريئة، يوم ما بعدت جبتها بالطريقة واخترت تبعدي سبت جواها الحريقة، النار طفتها الأيام والقلب دفنوا النسيان، والروح دبلت يوم ما كتبتلك يا جمالك في الفستان، ساعتها كنت أنا قلقان حاسس بحرارة، طعم الأيام من غيرك مصحوب بمرارة، خسارة الأيام اللي ما بيننا خسارة، كتبتلك وياك تسلمي الأسود زمن جاحد، حسستيني بإن إحنا الاتنين وقتها مش واحد. للأسف وقت أولا شرفتونا ونورتونا وشكرا لوجودكم معنا. للأسف وقت برنامجنا خلص. أنا بنشكرك يا باشمهندس ونشكرك يا أستاذ مازن، وأنا عايزك يعني زي ما قلت لك ما شاء الله دكتور شهاب عالم يعني، فأنت ابنه فلازم تبقى زيه يعني، تاخد حبة جراءة كده وتبقى، إنما أنت ما شاء الله عليك يعني كسنك حاجة جميلة جدا، وإن شاء الله نتمنى لك مستقبل كويس. وشرفتنا يا باشمهندس وأمتعتنا بأدائك صراحة يعني، أستاذ مازن كذلك. مشاهدينا الكرام أتمنى أن يكون استمتعتوا بحلقتنا النهاردة، وإن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة في نفس الموعد الأسبوع المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.